مرحبا بكم مشاهدينا فيما بعد العرض منتدى الوثائقيات نناقش فيه وثائقي الميادين حصن العصاة مدينة الكرك في الجنوب الأردني عراقة ممتدة لتاريخ طويل لا يزال حاضرا ومحفورا في الذاكرة تاريخ يتجاوز بداية المنطقة إلى العالم ولعل أكثر ما يدل على ذلك مسلة حجر مؤاب المنقوش باللغة الآرامية والموجود حاليا في متحف اللوفر حيث ترفض الحكومة الفرنسية تسليمه بحسب ما كشف عنه الوثائقي والذي أبرز أيضا كيف تحولت المدينة إلى أول تجسيد قومي عربي في التاريخ الغنى كلمة تختصر الكثير عن الكرك في التاريخ والحضارة والعراقة والموقع الجيوسياسي وفي أهلها وأصالتهم وعمق انتمائهم العربي والتحامهم به في الوجدان والميدان ضد الغازي وعن المحتل في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين المحتلة بالتأكيد وفي نقاش حصن العصاة الكرك بين الأمس واليوم نبحث أهداف محاولات اختراق التنظيمات المتشددة لها الأردن المربع الأمني لشبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر فما تأثير ذلك على علاقات عمان صفقة القرن وفيها نبحث تأثير موقع الأردن بين الجغرافيا والسياسية إفشالا أو تمريرا نبدأ إذا النقاش ما بعد العرض لنقاش معنا من العاصمة الأردنية السيد سالم الفلاحات نائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين في 14 من عمره والتحق بكلية الشريعة الإسلامية وكان من أبرز قادة العمل الطلابي عضو قيادي ومؤسس في حزب جبهة العمل الإسلامي منذ عام 1992 حتى تقديم استقالته عام 2015 خاض الانتخابات النيابية الأردنية مع الإخوان عام 2003 حيث حصلت الجماعة على 17 مقعدا في البرلمان اختير مراقبا عاما للإخوان المسلمين في الأردن بين العامين 2006 و2008 ومعنا أيضا من العاصمة الأردنية أيضا الدكتور موفق محادين هو كاتب وباحث في علم الاجتماع السياسي رئيس الجمعية الفلسفية السفية الأردنية منذ العام 2015 حتى الآن حاز شهادة دكتوراه في العلوم السياسية من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة ترأس رابطة الكتاب الأردنيين بين العامين 2011 و2015 من إصداراته أيديولوجيا بلا ضفاف والاقتصاد السياسي لشرق الكانتونات مرحبا بكما وقبل أن نبدأ النقاش سنعرض هذه الصوتية من الوثائقي والمناسبة هو وثائقي غني جدا استعرناها منك سيد موفق محادين حول الكرك والتنوع الخاص بهذه المدينة ونفتح النقاش الرومان عندما هزموا الأنباط حولوا هذه المنطقة غيروا اسمها من مملكة الأنباط إلى المقاطعة العربية وكانت أول تجسيد قومي عربي في التاريخ المقاطعة العربية اللي هي المقاطعة حيثما امتدت حدود الأنباط وكانت الكرك مركز رئيسي من مراكز المقاطعة العربية طبعاً قبائل الكرك لعبت دوراً كبيراً في معركة مؤتة إلى جانب المسلمين رغم أنها كانت قبائل مسيحية هذا جانب من الخلفية أيضا بالنسبة لمدينة الكرك الوثائقي يعرض بغنى هذه المدينة والجنوب الأردني أنا على الصعيد الشخصي استمتعت فيه كثيرا حضرته مرتين متتاليتين ونريد أن نعرف في الجانب الآخر يعني رغم هذا المشهد اللي فيه من الانفتاح الكبير والعمق الحضاري في محاولات كانت للضرب في الجانب الأمني وكان في الأردن في عام 2016 أربع يعني محاولات أو حوادث أمنية لم تكن كلها في الجنوب لكن العنوان الأساسي كان في الكرك وحتى القلعة العريقة طالها جانب من ذلك سأبدأ معك سيد الفلاحات في هل هناك يعني تقصد لضرب الكرك بخلفيات بعينها من تنظيمات متشددة أم أنه مطال الكرك في أكثر من منطقة في الأردن ربطا بما يعيشه الإقليم طبيعي ومتوقع شكرا أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لجميع المشاهدين العرب والمسلمين والناس في العالم وتحية لفضائيتكم هذه وأشكركم على الاستضافة وأحيي بالمناسبة كل قوى المقاومة الشريفة في المنطقة العربية وفي العالم التي لا زالت تقبض على جمر المقاومة ولا تستسلم لهذا الواقع الراهن ولهذا الاستهداف المتتالي والمكشوف للمنطقة العربية وبخاصة نحن هنا ما حول
فلسطين، ما حول الأقصى، ما حول كنيسة القيامة. أنا أعتقد يعني لا تختلف الكرك في الاستهداف عن بغداد وعن دمشق وعن عمان وعن القدس وعن القاهرة، فكلها مستهدفة. لكن ربما هناك، أنا يعني عندي قناعة أن المعالجات الأمنية التي تمت والاستعدادات الأمنية التي تمت عليها استدراكات كثيرة، جعل ربما أقرب مفر لهؤلاء أن يذهبوا يتجهوا باتجاه الجنوب من القطرانة، وحصل ما حصل في الجنوب. لكن السلط حصل فيها، وفي الشمال في إربد حصل، وفي أي يعني مدينة أردنية يمكن أن يحصل هذا. فلا أظن أن السلط، أن الكرك بذاتها كانت مستهدفة، لأنها الكرك، صحيح أن الكرك مدينة أردنية عريقة كما ذكرتم بالتقرير وكما هو معلوم لدينا، وهي عريقة في التاريخ، فيها مؤتة، والتي فيها أول اتصال بين العرب المسلمين من الجزيرة العربية، ثأرا للحرية وثأرا للقيم الإنسانية، عندما قتل الحارث الأزدي وهو رسول والرسل لا تقتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل جيش مؤتة، ولم يرسل جيشا بهذا العدد قبل هذه المرة، أكثر من 3000 شخص، ووضع له قادة 3، هو يعلم أنهم يذهبون إلى معركة غير ربما متكافئة ومعركة عظيمة، لكنه انتصر للحريات العامة، انتصر للقيم. كيف يقتل الرسول على يد هذا الغساني من أهل تلك البلاد؟ فلذلك كانت معركة مؤتة المزار التي يربط فيها الشهداء 3 الآن. لكن أنا أعتقد أن العمليات التخريبية والاستهداف الذي حصل في العام الماضي وما قبله، أنا لا أستطيع أن أقتنع أن هذا مقصود به الكرك، لذات الكرك بذاتها، ولا الجنوب نعم الأردني. في الجنوب تتحرك هذه الشعب الأردني، نعم، يعني سواء من كان تحرك من معان امتد إلى الكرك في 88 89، نعم. كذلك الكرك فاعل، الكرك مدينة حزبية، صحيح، كما هي الطفيلة، كذلك تجد في الكرك وجود قومي ويساري وإسلامي متقدم جدا، وفي وقت مبكر تجد شخصيات وطنية كبيرة حزبية في الوقت الذي كانت يعز فيه العمل الحزبي، هذا حقيقي. فحتى أيضا يعني نركز في جانب ما لو سمحت، وأنت لديك خبرة، ونشرك أيضا معنا دكتور موفق محادين لو سمحت، في الجانب التركيز بأنه في عمل أو محاولة تغذية التنظيمات، طب بالتأكيد في التنظيمات المتشددة، في محاولة تصويب على الجنوب الأردني. الكرك نضربها مثالا، لكنك أيضا ذكرت معان أيضا في النشاط والفعالية السياسية، وأيضا بالنسبة لمحاولة الاختراق الأمني. هنا أنتقل إليك دكتور محادين، وأتكئ أيضا لما كتبه سيد سليم العبادي، الأردن في ظل داعش، عن المكتبة الرقمية جي ستور في أغسطس 2015. يقول: في أواخر يوليو 2014 في معان، المعقل القبلي لأكثر من 50,000 شخص على بعد حوالي 250 كيلو متر جنوب العاصمة الأردنية عمان، سار أنصار تنظيم داعش في المدينة، رفعوا أعلامه مرددين شعارات داعمة له. بالنظر إلى أن التجنيد السلفي للجهاد السوري ليس شائعا في المناطق الأردنية القبلية تقليديا مثل الزرقاء والسلط ومعان، فإن مخاطر التطرف من قبل الأيديولوجيا العنفية المتطرفة الذي يدعو إليها داعش تشكل تحديا مشروعا. حاليا هناك ما يقدر ب 1500 مواطن أردني يقاتلون في سوريا والعراق. لدى الأردن روابط قوية مع العرب السنة في الأنبار وغيرها من المحافظات العراقية الغربية التي تقاتل داعش، ومن مصلحة الأردن ضمان وجود عراق قوي ومستقر ومعتدل وموحد على المدى الطويل. دكتور محادين، في محاولة للعمل على ضرب الهوية في الجنوب الأردني، الكرك مثالا، هل هناك أي مقاومات أو بيئة يمكن الشغل عليها لتغزوها المنظمات المتشددة في مكان ما؟ تنظيم القاعدة يربط أبو مصعب الزرقاوي بين القاعدة وحتى تنظيم داعش اليوم. شكرا لكم للميادين، وشكرا للأستاذ سالم الفلاحات. الكرك كما أي مدينة، كما أي حاضرة في من حواضر ومدن الشرق العربي والشرق الإسلامي، نحن نعرف أنه يعني إلى ما قبل 100 عام وربما أكثر لم تكن هناك لا دول ولا كيانات ولا هويات كيانية. تاريخ المنطقة هو تاريخ إمبراطوريات، داخل هذه الإمبراطوريات مدن وقلاع
يمكن أن نتحدث عن تاريخ للمدن، عن تاريخ للقلاع، أكثر من أن نتحدث عن هويات كما هو شائع الآن. في كل الأحوال هذه المدينة أيضا شكلت جسر تواصل ليس فقط في العصر الحديث، الكرك جسر تواصل بين حضارات وثقافات. في الحقيقة أنا أعتقد أن لا الكرك ولا الصلب ولا أي مدينة في الشرق العربي ولا في سوريا ولا في الحواضر والمدن الشرقية التي تشكلت حول الأسواق، حول محطات الحج، حول القلاع، هذه تشكلت بثقافة معتدلة وبثقافة عروبية ويعني برواسب أو ذاكرة فسيفسائية عالية. لا يمكن لهذه الجماعات المتشددة التي يعني تنتمي للثقافة النجدية، للثقافة الوهابية، للثقافة الصحراوية، لا يمكن أن يعني أن تنتعش وأن تستمر وأن تزدهر في هذه الحواضر الشامية والعراقية والمصرية. هذه منطقة محصنة بشكل أو ما بثقافتها الشعبية بذاكرتها، ولكن يعني في 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 رياح عابرة، رياح الخماسين العابرة التي طبخت في أقلام الاستخبارات الأطلسي، كل هذه الجماعات التكفيرية يعني تمكنت من أن تجد موطئ قدم لها بفعل مناخات الاحتقان والفقر والتجويع، وأيضا بسبب كمان تداعيات الصراع العربي الصهيوني إلى آخره والغزو الأمريكي للعراق. يعني تمكنت من إيجاد موطئ قدم، ولكن هذا الموطئ هو موطئ رملي وطيني ويعني يفتقر إلى الأسس الحقيقية حتى فيما يخص الإسلام والثقافة الإسلامية. هذه المنطقة فيها ثقافة إسلامية معتدلة، فيها تعايش كبير. نحن نعرف أيضا أن الكرك تحديدا أو جنوب الأردن أو كل الأردن الذي كان يعرف بجند الأردن وجند فلسطين في التقسيمات السابقة، كما قلت في الفيلم أن الكرك كانت حاضرة فاطمية كما كانت حاضرة أيوبية. صحيح. بالتالي هناك خليط من الثقافات تعايشت واندمجت. نعم. وانصهرت، بما يشكل تحصين حقيقي لها أمام هذه الموجات الوهابية. طيب سيد فلاحات، ما قرأته لأميل نخلة تحت عنوان الأردن مملكة المجندين السهلة لتنظيم داعش والقاعدة يركز على موضوع اللجوء السوري، ويقول مع نمو جيل جديد من الشباب السوريين كاللاجئين في الأردن هناك وضع مختلف ولكنه مماثل، حيث أنشأت مخيمات اللاجئين على الحدود الباكستانية الأفغانية حركة طالبان في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات. في ذلك الوقت ساعدت وكالة الاستخبارات الباكستانية في إنشائها كقوة مضادة ضد الهند واللاعبين الأجانب الآخرين في أفغانستان، ويربط بأنه إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة باستقرار طويل الأجل فيجب على واشنطن إيجاد طريقة لتفكيك مخيمات اللاجئين السوريين وإعادة اللاجئين إلى وطنهم، إن الوضع في الأردن غير قابل للاستمرار، وإذا استمر على هذا المسار يجب أن نتوقع المزيد من الهجمات الإرهابية في الأردن. ما رأيك سيد فلاحات في هذه المقاربة خصوصا حول موضوع المخيمات ومخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، في كأنها يعني قوة تفتح للاختراق الأمني أو الاستثمار حتى على المستوى الإقليمي؟ شكرا. يعني يمكن لأي شخص أن يستغرق في الخيالات وأن يسميها حقائق دون أن تكون هناك أرقام وحقائق وواقع صحيحة يمكن أن تشكل جملة متكاملة مفيدة مترابطة يمكن أن يبنى عليها. يعني إذا سمحت لي يعني باختصار شديد، المسؤول عن التنظيمات التكفيرية المتشددة يجب أن نحدد من هو المسؤول عنها، هذا واحد. وأنا أعتقد أن آخر المسؤولين عن هذه التنظيمات المتشددة هم الأفراد أو الشعوب أيا كانت مواقعهم وصفاتهم. المسؤول المباشر وهذه الظروف السياسية القاتلة التي يمكن أن توقظ الأموات. اسألوا أمريكا من الذي صنع هذه التنظيمات ومن الذي أمدها ومن الذي يضعفها ومن الذي يقويها ومن الذي يحرص على بقائها. اسألوا الظلم الأمريكي، اسألوا الاستعمار بل الإحلال الصهيوني الذي أخذ أرضنا في فلسطين. اسألوا من يمنع العرب الحرية والكرامة. اسألوا الجهات المستعمرة التي تمنعنا من ثروات أرضنا أن نستخدمها وتجعلنا نغرق بالديون إلى عشرات السنوات القادمة. اسألوا من يحرم العرب أن يكونوا دولا متقدمة ديمقراطية مدنية حقيقية تستمر في أصلها الذي مضى عليها أكثر من 3000 عام. الأمر الثاني
إنما يراد من تصوير أن الأردن مملكة سهلة للاختراق المتطرف، أنا أعتقد أن هذا آخر ما يمكن أن يصدق. وربط الجنوب بالاستجابة لهذه الحركات، أو أن هناك أعداداً من الجنوب انضموا إلى هذه التحركات أو خرجوا خارج الأردن، ربما منهم من ذهب لعروبته لقوميته. نحن دولة وشعب عروبي إسلامي قومي، أي قضية بالمحيط العربي يتجاوب معها. ليس بالضرورة أن هؤلاء خرجوا من أجل داعش أو من أجل هذه التنظيمات، منهم من خرج من الكيد والضيم والاحتلال الصهيوني والتآمر الأمريكي بالدرجة الأولى والغربي. فالمخيمات في الأردن، المخيمات النزوح السوري، أو عندنا تجمعات بشرية كثيرة سمحت بها الدولة الأردنية والحكومة الأردنية، ربما في البدايات لدوافع إنسانية وأننا دول جوار، ربما لارتباطات يعني مع الأمم المتحدة، ربما لأسباب كثيرة. لكن لا شك أن هذا النزوح يشكل ضاغطا على الأردن، لكنه بالدرجة الأولى هو الضاغط الاقتصادي والمعيشي وليس السياسي ولا الثقافي. المخيمات معزولة، محاصرة، مشيكة، مراقبة أمنيا، ليس هناك فرصة لأحد أن يبث أفكاره. لم يذكر بالتقارير الأمنية أن مجموعة خرجت من مخيم الركبان ولا من مخيم الزعتري، وأن منها من هو شريك في كذا أو غير. والجيش الأردني موجود على هذه الحدود ورقيبا لها. فأنا قصدي أن هناك مبالغة بتصوير الأردن أنه مستنبت للتطرف والإرهاب، هذا غير صحيح وغير حقيقي. وأدلل على ذلك أن الأردن فيه حراك شعبي ضاغط من 2011 ولم يحصل فيه أي حادثة تسيء الى الامن وهذا خلال مهم. 9 سنوات. بس مخيم الركبان في يونيو 2016 تعرض ايضا يعني لخرق امني بحادثه امنيه، لكن في الموقع الذي تعرض لهجوم من الخارج. طيب، لانه اتحدث عن الموقع الجغرافي، وقد اشار يعني دكتور محادين لجانب من ذلك، سنعرض هذه الصوتيه من الوثائق للسيد يوسف الغوانمة عن ما يشبه المربع الامني الذي يتمتع به الاردن ككل، يعني بين شبه الجزيره العربيه والبحر الاحمر. استمع الصوتيه ونعود للنقاش. على مرتفع وتحيط بها الاوديه السحيقه من جميع الجهات، فهي عباره عن جزيره، انا وصفتها بجزيره. جزيرة في محيط من الأودية السحيقة، الموقع الاستراتيجي المهم لأن متوسطة بين مصر وبين بلاد الشام وكذلك بين الحجاز، لأن الحجاز كان تابع واليمن كان تابع أيضا لدولة المماليك، فلذلك اتخذوها عاصمة. هناك أهمية دكتور بحادين مما لا شك فيه للموقع الجيوسياسي للأردن، ويقول نابليون بونابرت إذا عرفت جغرافيا أي بلد عرفت سياستها. في عام 2013 الملك الأردني قال الموقع الجيوسياسي الفريد للأردن يوفر بوابة للدخول للأسواق العربية، هذا كان في المنتدى الأردني البريطاني للأعمال الذي كان يستضيف الأردن آنذاك. هل يستثمر بالفعل الأردن في أهمية هذا الموقع الجيوسياسي فيما يعيد بالمنفعة في الجانب الاقتصادي للأردن وحتى بالنسبة لربط شبكة العلاقات؟ الأردن دولة جغرافية سياسية بامتياز، بمعنى أنها لم تتشكل في سياق تحولات اقتصادية اجتماعية وحاجة تكتل طبقي ما لقيام دولة بالمعنى التقليدي الذي يعني قام عليه مفهوم الدولة في العقود أو في الأزمنة المعاصرة. هو دولة جغرافي سياسي بسبب أهميته بشكل خاص، بسبب تاريخه كما قلنا، ولأسباب تتعلق بتداعيات الصراع العربي الصهيوني وموجات الهجرة المتتالية من الأزمات، سواء من بسبب القضية الفلسطينية أو بسبب الصراعات التي تجري في الإقليم. يعني هي جسر حلقة بين مصر، بين الحجاز، بين بلاد الشام وبين العراق، وهي موقع تجاري استراتيجي عسكري هام على تاريخ الطرق. نحن نعرف أن هذه المنطقة صيغت عبر تاريخ الطرق، طريق الحرير، طريق التوابل، طريق الحج، طريق الملوك. الكرك محطة أساسية من المحطات التي كانت على طريق الملوك، طريق تراجان، وكذلك على طريق الحج الشامي كما هو معروف. وأيضا هناك طريقان في المنطقة، طريق السكر حيث كانت الشوبك التي كانت تعرف مونتريال تزود روما بالسكر،
وطريق الملح وحتى طريق الزفت أو القطران، لأن الكرك قريبة من البحر الميت وكان يستخدم كما ما هو معروف في بناء السفن إلى آخره. دكتور محادين، لا يجيد الأردن الاستفادة من هذا الموقع الجغرافي المهم؟ يعني نحن نتحدث عن مساحة قدرها 89,342 كيلو متر مربع، الحدود البحرية على خليج العقبة 23 كيلو متر، الحدود الأردنية السورية 357 كيلو متر، الحدود الأردنية السعودية 728 كيلو متر، وأيضا نتحدث عن الحدود الأردنية العراقية 181 كيلومتر، الحدود الأردنية الفلسطينية 560 كيلومتر، مجموع الحدود 1867 كيلومتر، وبهذا يكون الأردن يعني من أوسع حدود يمتلك بالنسبة لمساحته الصغيرة، لكنه لا يجيد الاستثمار والاستفادة إن كان على مستوى شبكة العلاقات أو في المردود الاقتصادي. كلام دقيق 100%. الأردن يعني إلى يعني في المراحل التاريخية السابقة كان يسمى ببريد النار، يعني ببريد النار كان يوجد فيه مجموعة من القلاع، من أشهرها قلعة الكرك وقلعة الربض وقلعة الشوبك. هذه القلاع تتبادل البريد الناري مع قلعة اللد، مع قلعة دمشق، مع القلاع الأخرى في المنطقة، فهو تاريخيا يمتلك هذه الميزة الخطيرة، هذا البريد العسكري، البريد الناري إلى آخره. الأردن يمتلك جغرافيا سياسية هي بحد ذاتها استثمار، بالإضافة إلى موارد. الأردن مش صحيح أنه فقير في الموارد، الأردن هذا كلام له علاقة بإقصاء هذه الموارد واللعب فيها ودفع الأردن مقابل استحقاقات معينة إلى آخره، ليس هذا المجال الحديث فيها. ولكن الجغرافيا السياسية الأردنية يعني استثمرت بعكس إرادة الأمة، يعني هي الجغرافيا السياسية الأردنية وين أهميتها؟ أن تكون حيوية في قلب قلبه الهلال الخصيب، وليست عبء على الهلال الخصيب على طيب. سوريا وعلى بلاد الرافدين، هي استخدمت بشكل مضاد والان تستخدم بشكل طيب. يعني بشكل بائس، يعني مش يعني لا، ولكن في ايضا في, في 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 نوع من التباين كان على مستوى كيف تنتقي حلفائها او ينتقي الاردن حلفائه، وكيف اختلفت طريقه تعاطي الحلفاء، وتحديدا نتحدث عن العرب الخليجيين مع الاردن، بينما كان في عنوان 2011 عنوان الربيع العربي والسنوات الاخيره الماضيه. سنناقش ذلك واياك دكتور محادين وايضا سيد فلاحات، ولكن ستوقف مع فاصل قصير ومن ثم نواصل ما بعد العرض. كي يتأكد ميجع من أنه أبناء الكرك، أبناء مواب، ليس لهم أي روابط مع الإبرانيين، طلب من كل أهالي تلك المنطقة أكل اللبن مع اللحم الضان، وهذا في العرف الإبراني محرم. سميت هذه الأكلة بالمنسف، والتي أصبحت الآن مشهورة لدينا، المنسف الكرك، لأنها نسفت أي عقد أو أي اتفاق مع الإبرانيين مهما كانت صورهم. ولذلك ضمن فعلا أن الكركية يكونوا مستقلين وأسياد ذاتهم حتى بالأكل. شخصية أبو صقر ما جبتهاش يعني من فراغ، يعني أبوي عسكري، عمي عسكري، خالي عسكري، جدي عسكري، نحن كنا عسكر في الأيام القديمة. طبعا هذا شرف، يعني هذا شرف إن كنا جنود الوطن، واللي مش عسكري هو أصلا عسكري في إحساسه، حبه لوطنه. جاءنا هذا البيان التالي قبل قليل، صرح مصدر حكومي مسؤول يمنع منعاً باتاً ممارسة الفساد في العطل الرسمية والأعياد الدينية. من جديد مرحبا بكم مشاهدينا فيما بعد العرض، نناقش وثائق الميادين حصن العصاة. وصلنا لجانب مهم جدا نود أن نفهمه في آلية إدارة واختيار الشراكات والحلفاء بالنسبة للأردن. بعد الاستقلال كان الأردن ميال العلاقات مع الغرب الصناعي، وفي العلاقة مع العراق كانت أيضا يعني حمالة أوجه، خصوصا بين العراق صدام حسين، واليوم في اختلاف بالعلاقة كانت في أفضل حال أيام صدام حسين. لكن بالانتقال إليك سيد فلاح،
مساحات العلاقة مع دول الخليج. ميدل إيست آي كتب في حزيران 2018 سيد محمد عايش: لماذا الأردن بحاجة إلى السعودية؟ تحدث عن أن المملكة السعودية تهيمن على السياسة الأردنية ولا تقتصر العلاقة على الدعم المالي أو المساعدات النفطية المباشرة من الرياض، رغم المصالح المتباينة بين الدولتين. يقول: عمان لم تلجأ إلى إيران أو قطر في أزمتها الاقتصادية الحالية، والتي دفعت الآلاف من الأردنيين إلى الاحتجاج في الشوارع ودفعت إلى حل الحكومة. في عام 2011 و2014، وهذا المهم، تلقى الأردن أكبر قدر من الدعم المالي الأجنبي منذ عقود. في عام 2011 وحدة حصلت على 1.2 مليار دينار أردني، أي 1.7 مليار دولار. في كانون الأول ديسمبر 2011 خلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي، قررت المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والكويت وقطر تقديم مساعدات مالية بقيمة 5 مليارات دولار لمشاريع التنمية في الأردن على مدى 5 سنوات. ومن الواضح بأن المساعدات الخليج كانت تهدف إلى تهدئة الشارع الأردني في محاولة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. في عام 2017 انخفضت المنح الأجنبية التي تلقاها الأردن سابقا بنسبة 15%، وهذا يفسر جانبا مهما من الأزمة الاقتصادية الحالية. لديك تفسير سيد الفلاحات لهذا التباين، وعلى أي أساس يبني الأردن علاقاته إذن؟ أنا أشكرك أولا، لكن يظهر شكليا أننا نريد أن نتحدث عن 100 سنة في أقل من ساعة، وفي موضوعات استراتيجية رئيسة. أشكركم على حسن اختيارها وعلى دقتها. أنا عندي عدة ملاحظات أرجو يعني، وأنا أوافق على ما قاله صديقي موفق محادين عن قراءته وتشخيصه، لكنني أرجو أن لا يفوت التالي على المشاهد. أولا، ساكس بيكو لما قسموا المنطقة العربية بأقلامهم قسموها برؤية واضحة لديهم واستراتيجية، وكانت على إثر وهي تراقب وعد بلفور وكيفية غرس هذا الجسم الغريب في الوطن العربي، في منتصف الوطن العربي، بالمنطقة الجغرافية التي ذكرها الأستاذ موفق وأهميتها الكبيرة والعظيمة. وكان بإمكانهم أن يزرعوا الصهاينة في بلد آخر في العالم، وحتى ربما السلطان عبد الحميد عرض عليهم أن يقيموا لكن خارج المنطقة العربية ورفضوا، لأن هذا هو القرار، يظهر القرار الدولي. فاسمحي لي أقول أن الآن المنطقة الدول العربية بعامة لا تملك أمرها، ما في مجاملات على حساب الأوطان، هناك ضرورات للدول للأنظمة، وهناك مصالح وخيارات للشعوب. وبما أن الشعوب العربية كلها مغيبة وليست صاحبة قرار، والقرار للأنظمة التي تحكم الشعوب وتحرم عليها الديمقراطية، إذن الأنظمة هي التي ستختار الحالة التي تتمكن من البقاء لفترة طويلة فيها، في المشرق العربي أو في المغرب العربي، في الشمال أو في الجنوب. ولا أستطيع أن أستثني استثناء كاملا أي قطر عربي للأسف حتى هذه اللحظة. ولذلك الذي جرى أن بلفور والحكومة البريطانية هي التي رسمت الأردن بهذا الشكل، واستثنته من وعد بلفور بهذا الشكل، وربما خالفه زعماء صهاينة من أجل هذه الأيام التي نعيشها اليوم. يريدون تفريغ فلسطين من أهلها، يهودية الدولة يهودية كاملة، طرد الشعب الفلسطيني بصورة ما، أو سلب لأي قرار سياسي أو تقرير مصيره، ولكن هذا على حساب الجزء الآخر من الأرض العربية التي قسمها إلى فلسطين وأردن. وكما قال الأستاذ موفق، هذه تسميات طارئة. كان لشمال الأردن وفلسطين اسم، ولجنوبها والحاضر اليوم اسم آخر، لكن هذه تسمية من أجل أن تؤدي هذه الوظيفة الاستعمارية. السؤال اليوم، إذا أوجدونا في الأردن كدولة وظيفية، هل نحن سنستسلم كشعب أردني وشعوب عربية لما قسمونا إياه، أم نثور على هذه الحالة ولا نرضى أن نكون تفريغا لفلسطين ولا تفريغا للأردن من الحرية والديمقراطية وخيارات الشعوب؟ لذلك معركة الشعوب يا سيدتي اليوم ليست في التفكير ولا في التنظير. الشعوب العربية مدعوة اليوم أن تمتلك قرارها السياسي والسيادي، وأن يكون قرار السلم وقرار الحرب وقرار المعاهدات، إقامة المطار الجديد هذا للصهاينة في شمال العقبة، هذا من الاستحقاقات المفروضة، وهذا الذي لا يجب أن يسكت عنه. أنابيب الغاز التي غازنا في فلسطين يسرق
ويباع لنا في الأردن ولا ندري، ثم يمر من أرضنا. مشروع خط سكة الحديد وكذلك المشاريع المختلفة المتعددة، هنا يجب أن يكون الوقفة العربية للشعوب العربية. هل تنتزع الشعوب العربية حريتها وكرامتها وأن تصبح الشعوب هي صاحبة القرار، أم أن تبقى تتلقى الصدمة والقرارات؟ بدلا من أن يسخر العرب ويوظفوا موقع الأردن الجيوسياسي والجغرافي الهام بالصفة المعروفة والتي لا تخفى على أحد، للأسف من يريد أن يمد يده للأردن يشترط أن يكون الأردن تابعا له، ابتداء من أمريكا أو بعض الدول العربية أو الأنظمة المختلفة، أن أي مساعدة حتى لو كانت اقتصادية معيشية يجب أن تخضع للإملاءات وللتوافق مع السياسة العامة للمانح. ولذلك نسمع اليوم عن قرارات لمنح الأردن منح أمريكية جديدة تناقش هذا اليوم، كما نسمع عن منح عربية للأردن في هذا الوقت. لماذا؟ يجب أن نتوقف عند هذه الحالة. هذا سؤال مهم، لذلك نحاول أن نرصد اليوم كيف يتم التعاطي مع ملفات حساسة وضاغطة ومصيرية حتى بالنسبة للأردن. ولذلك الآن يا سيدتي الآن مدينة أردنية تنشأ، إذا سمحت لنا الآن سريع. بدل من أن يستخدم هذا الأردن بالموقع الهام، الآن يستخدم بطريقة عكسية، بطريقة الإذلال، بطريقة الإقناع من تحت الطاولة، بالاجتماعات المتكررة والمتعددة، بأن يذوق المواطن الأردني المر حتى في المعيشة اليومية، ويمكن أن يهرع إلى تصرفات غير سليمة. هنا السؤال، لماذا لا يفكر العرب استراتيجيا كيف يحرروا رقابهم، رقاب شعوبهم؟ طيب، هذه الأسئلة المصيرية والمهمة لو سمحت لي سيد فلاحات، نريد أن نطورها وإياك ونذهب أيضا للسيد الدكتور محادين، لأنه هذه الأسئلة هي يفترض أن تكون يعني موضوعة حتى للنقاش، ليس فقط في طاولة النقاش الحالية وإنما أيضا على مستوى صنع القرار في الأردن. وقد أشرت أنا للتواقيت، لاختلاف الدعم المادي والمساعدات فيما بين يعني ربيع العربي كما سمي، والآن نعم هذا جانب مهم. ربطا بما يروج له الآن بصفقة القرن، سأذكر ذلك بالنقاش معك ومع دكتور أيضا موفق محادين، ولكن سنستمع أيضا إلى صوتية من وثائقي حسن العصاد مع سيد درغام هلسة، وهو يربط اتفاقية وادي عربة للسلام مع الإسرائيليين بصفقة القرن اليوم. نتابع. أرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض يا خوفي تتكلم عبري، الأرض الأرض. لأنه الآن إحنا مرتبطين في وادي عربة، ووادي عربة هذه مشروع، مش معاهدة بسيطة، هاي مشروع يعني له مستقبل في المنطقة، خاصة بعد الحروب اللي بيشنوها حلفاء وادي عربة وحلفاء الإمبريالي وإسرائيل على كل مواقع المقاومة في المنطقة. جديد أعود إليك دكتور موفق محادين. سيد عدنان أبو عودة وكان رئيس الديوان الملكي الأردني السابق يقول أن معاهدة وادي عربة كانت خيارا لم تكن اضطرارا، واتفاقية كامب ديفيد وحتى صفقة أوسلو، اتفاقية أوسلو سهلت الأمر وشلت العقبات أو أزلت العقبات من أمام الأردن. وكأنه اليوم ما نستمع إليه سيد هلسة بأنه في ربط يعني إتمام بين وادي عربة وصفقة القرن، تراه كذلك؟ وإلى أي حد الأردن يتضرر بشكل مباشر وبأي شكل من صفقة القرن، على الأقل على ما روج لها حتى الآن؟ وادي عربة كما أوسلو هي من مقدمات صفقة القرن. الآن الخطير الآن في الموضوع في صفقة القرن، في حتى في وادي عربة، في أوسلو إلى آخره، في مجمل هذه الاتفاقيات، يراد للأردن تحويله من دولة جغرافية سياسية، يعني هذه وظيفته القديمة، إلى وظيفة جديدة هي دولة جغرافية سكانية، بمعنى أن الأردن يمكن أن يتحول إلى فقط مجرد رقعة جغرافية يعيش عليها سكان ليسوا مواطنين، وذلك في إطار ما تسعى هذه سيناريوهات الصهيونية تناقش في مؤتمر هرتزليا باستمرار منذ تأسيس عام 2000 وحتى يومنا هذا. كيف نحول الأردن إلى رقعة جغرافية، وكيف نحول المواطنين إلى سكان؟ هذه المسألة الخطرة. وكيف نعيد إنتاج البعد الوظيفي الأردني السابق، البفر ستيت أو المنطقة العازلة، كيف نحولها إلى جسر ستيت، ولكن ليس على شكل دولة ذات سيادة. هم يريدون نزع كل مكونات السيادة من هذه الدولة
وهذا ما تعبر عنه في في يعني في في اخطر الاشياء وتجليات صفقة القرن التي قلنا انها صفقة القرن، ليست ميثاق، ليست اتفاق على غرار وادي عربة او اوسلو او كام ديفيد. صفقة القرن استراتيجية عمل مناخ وتطال البنى التحتية واحداث انقلاب فيها اكثر مما تطال التوقيع على مجموعة من الاوراق السياسية. التوقيع السياسي وياتي محصلة كما كان، هي هذه فلسفة شمعون بيريز في كتابه الشرق الاوسط الجديد، يعني نحضر لمناخات موضوعية ثم نذهب الى اتفاقات سياسية عمليا. حتى دافوس البحر الميت، لماذا يتم اختيار بلد متواضع اقتصاديا لتعقد فيه قمة مثل هذه القمة؟ حتى قمة دافوس البحر الميت هي جزء من الآليات والأدوات المرتبطة بهذا السيناريو. وبالتالي بالانتقال إليك سيد الفلاحات، نحن نتحدث عن صفقة حتى الآن يتم تقديمها، هي بما لا شك فيه تحتاج لموافقة منظمة التحرير الفلسطينية، الأردن، أيضا مصر، لبنان وسوريا، ولا يمكن عقد مثل هكذا صفقة من دونها، إلى جانب طبعا المملكة العربية السعودية ودول الخليج، والبعض يضع الأمر في التمويل. لكن الأردن موقفه الحالي ما هو، وإلى أي حد يقدم واقع الفلسطيني في الأردن على أنه قد يوافق مقابل تعويضات مالية أو حتى جنسية الأردنية على البقاء في الأردن، وتكون الأردن وطن بديل، ووصفت الأردن الكبرى على ما سرب من صفقة القرن وغزة الكبرى التي ستضم لأراضي في سيناء. الأردن موقفه الرسمي ما هو؟ كيف يمكن أن يواجه صفقة القرن؟ وماذا عن المزاج الخاص بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في الأردن حول هذا الأمر؟ شكرا. العقبة الرئيسة أمام صفقة القرن المقصودة التي سأذكر قناعتي فيها بعد قليل هو الشعب الأردني والشعب الفلسطيني بموقفه الثابت والراسخ. الشعب الفلسطيني في 48 في بداية ضياع فلسطين كانت مذبحة لثلاثين أو أربعين شخص كافية لهجرة قرية بأكملها أو عدة قرى، ولذلك ظن الناس أنهم يهربون من هذه المذابح ليتحرفوا إليها مرة أخرى ويعودوا إلى أرضهم خلال أسبوع أو أسبوعين وشهر بالكثير. الجديد الآن أن الشعب الفلسطيني بالرغم من التضييق الشديد، التضييق المعيشي والتضييق السياسي والمتابعات والعمالة والاعتقالات والقتل، لا نجد الآن نسبة تذكر أو حتى مجموعة أشخاص يغادرون قراهم على مر العيش الذي يتعرضون له بالرغم من التضييق الشديد. ولذلك هذا حاجز كبير ومانع كبير من تنفيذ صفقة القرن. الشعب الأردني كذلك لديه وعي كبير وعظيم ومتزايد ببحثه عن الديمقراطية بحيث تصبح الأردن بلد ديمقراطي حقيقي لا يتحكم بها شخص أيا كان هذا الشخص ومهما كان وفي أي موقع. ثم تاريخية الشعب الأردني الذي يعتبر بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه ومحافظته على أرضه هي كذلك مهمة أردنية شعبية ورسمية، وهذه الحالة تتنامى. واسألي إن شئت أي شريحة أردنية مهما حتى كان مستواها الثقافي ما هي علاقتها بفلسطين والحفاظ على فلسطين في التاريخ. لذلك المتبقي اليوم بصراحة أنا بدي أفرق بين أمرين، بين إعلان الدول العربية المعنية والسلطة الفلسطينية بموافقتها على ما يطلب منها بين قوسين من صفقة القرن، بين القدرة على الإعلان للشعوب أنها وافقت، وبين الموافقة المبطنة التي ربما لا نستمع إليها. لكن المتبقي، العقبة الكبرى التي يفحصها الأمريكان ويفحصها الصهاينة ويفحصها من يتآمرون معهم، هي مقياس مدى تقبل الشعوب العربية وبخاصة الشعب الأردني والفلسطيني والمحيط بفلسطين. هل ماتوا؟ هل ضعفوا؟ هل وصلوا لحالة من اليأس بحيث يقولوا ما دمنا بمثل هذه الحالة من ضيق العيش ومن الاستبداد ومن الأحكام الحكم الفردي ومن الظلم ومن تطاول الزمن 80 سنة على فلسطين لم تحرر، إذن خلينا نكون واقعيين ونقبل بالموجود. كل مرة يفحصوا هذا ويجدوا أن الشعوب ترفض هذه الحالة مهما كان الوضع،
ولذلك أما على الأرض على الواقع فالحقيقة أن العدو الصهيوني أخذ معظم ما يريد. هو الآن يعمل بجد لتكون فلسطين دولة يهودية خالصة النسب، التطبيع مع العديد من الأنظمة العربية، الغزو الثقافي، الاختراق الفكري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمنطقة العربية. هناك من يقدم هذا تقريبا كله حاصل، لكن هل يصل إلى إقناع الشعوب؟ هذا لا أرى. طيب هناك من يقدم ولو بشكل سريع لأن الوقت يعني أدركنا بشكل كبير، هناك من يقدم بأنه في ضغط اقتصادي مقصود على الأردن، وما سرب أيضا من فورين بوليسي بأنه قرار الولايات المتحدة الأمريكية التضييق على الأونروا حتى الوصول إلى إيقاف الدعم أو حتى إغلاق الأونروا، هذا مقصود للتأثير على الأردن من موقفه من صفقة القرن بالنسبة لعدد اللاجئين الكبير والدعم المالي الكبير الذي تقدمه الأونروا للاجئين عموما وفي الأردن. نعم نعم صحيح، ترى ذلك وبالتالي ما خيارات الأردن؟ نعم لا، أنا أعتقد وأجزم ليس عندنا في الأردن مشكلة اقتصادية معيشية حقيقية، هذه مصنوعة سواء ذاتيا بالداخل أو خارجيا، إن عندنا ما يكفينا لأن نعيش بكرامة، ولكن السرقة والفساد والحكم الفردي والاستبداد هو الذي باع المقدرات الأردنية، وهو الذي يسرق كل الواردات الأردنية من هذه الضرائب المرتفعة والمتزايدة والإمكانات السياحية وغيرها، هو يسرقها وهي تنزل إلى بئر خربة، ولذلك لا تقوى على البقاء لشهور من أجل أن تدعم المواطن الأردني. نعم هناك مقصود الضغط، أنا قلت يعني قلت كل مرة يفحصوا هل هذا الضغط المتواصل أوصل المواطنين الأردنيين والفلسطينيين وربما السوريين وربما العراقيين إلى حالة من الاستسلام والتصريح، يا جماعة مشان الله تعالوا خذوا اللي بدكم إياه. هذه الحالة لم يحظوا بها وإن شاء الله لن يحظوا بها في أي وقت قادم مهما زاد الضغط. أقول لك بالرغم عن قطع المعونات، وليش إحنا نعيش على المعونات في البلاد العربية؟ المواطن الأردني والفلسطيني لديه استعداد أن يعيش بنصف ما يعيش عليه الآن بالرغم من الضيق، إذا كان المقارنة بين الكرامة وبين التبعية والاستعباد والذل. وليفحص المواطن الأردني إن وجد موقفا سليما، ويفحص المواطن الفلسطيني في الضفة كما رأوا قراره في غزة هل هو على استعداد أن يتحمل نتيجة الصمود أم لا، وليسمعوا صوت الشعوب إن وقفوا مع شعوبهم. أنتقل إليك دكتور موفق محادين، في سبر بالفعل الموقف الرسمي الأردني، أنا ما قرأته لوزير الخارجية كان يقول بأنه لا نعلم شيء عن صفقة القرن، ومن ثم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المحسوب على نخبة القصر وصاحب المواقف الملتزمة دوما بالنص المرجعي هكذا يقدم وحتى في الصحافة، قال بأنه نقبل بما تقبله الشرعية الفلسطينية، هذا كان في نوفمبر 2018، والتصريح كان لوكالة الأناضول التركية وهذا أيضا مهم ولافت. فيما الدكتور عبد السلام المجالي ورئيس وزراء أسبق أيضا يقول من قال إن صفقة القرن كلها شر أو خير، وهذا يدفع للتساؤل على أي أساس يبني الأردن موقفه وما حجم الضغوط التي يتعرض لها يعني توضيح الموقف أو أخذ موقف من صفقة القرن وما هي خياراته. كما قلت صفقة القرن مناخ موضوعي وليست يعني ولا تتعلق بضغوط سياسية مباشرة، هي مناخ موضوعي يجري تطبيقه من 20 عام. ثم ما يقال حول العقاب والضغوط لأسباب تتعلق بموقف ما إلى آخره، أنا أعتقد الضغوط الاقتصادية على الأردن جزء من تحضير الأردن لأن يكون يعني مجالا حيويا لإسرائيل بعد تفكيكه وإعادة تركيبه وفقا لهذه القائمة. يعني أريد أن أذكر بهذه المناسبة أننا في عام 2019 نحتفل أو ينبغي أن نحتفل بذكرى مئوية المؤتمر السوري الأول الذي عقد بعام 1919. أعتقد هذا مخرج على كل شعوب هذه المنطقة أن تحتفي بهذه المناسبة، لأن هذه المناسبة تذهب بنا وتحملنا إلى قانون الوحدة وإلى قانون المقاومة وإلى تجاوز الهويات والكيانات التي خدمت منذ تأسيسها وإطلاقها المشروع الصهيوني، وكانت الوجه الآخر لوعد بلفور
كما تفضل الأستاذ سالم الفلاحات. طيب هل الأردن بالفعل محكوم بشبكة العلاقات الحالية؟ يعني بالنظر لمؤشر العلاقة مع دول الخليجية والمملكة العربية السعودية، هناك في تخلي أو تراجع بشكل أو بآخر، والقرض الأخير قدم أيضا على أنه اللحظة الأخيرة للإنقاذ في مقابل تغيير المواقف. ما الذي يمنع أن نرى شبكة علاقات تتسع في المصالح والأردن أحوج إليها الآن في الجانب الاقتصادي، إن لم نكن مع إيران مع العراق؟ أم أنه الأمر مربوط حكما بين العراق يجب أن تتحسن العلاقة مع إيران؟ وما موقف الأردن من تركيا هنا؟ الأردن تاريخيا واجتماعيا وثقافيا جزء من بيئة الهلال الخصيب. صحيح. طبعا نحن جزء من أمة واحدة من المحيط إلى الخليج، هذه مسألة لا خلاف عليها. فيما يخص الخصوصية، نحن جزء من الهلال الخصيب ولسنا جزء من البيئة الثقافية للخليج بشكل أو بآخر. هلا الخليج مع فورة النفط والأزمات الاقتصادية يعني استوعب ملايين العرب بما في ذلك الأردنيين والفلسطينيين، ويمكن كان الرقم الكبير من الأردنيين والفلسطينيين لأسباب تتعلق بهذا الجدار أو هذا الجار للعدو الصهيوني، يعني يحتاج إلى درجة من الاستقرار والتحويلات والتدفقات المالية التي تسمح أيضا باستقرار كتل كبيرة من الفلسطينيين ومغادرة لخطاب المقاومة إلى آخره. الآن يجب ابتزاز الأردن بهذه المعادلة. بالمناسبة في مسألة يعني ينبغي أن تناقش في الجامعة العربية، في الأمم المتحدة، في هيئات دولية، أنه لا يجوز ابتزاز دولة أو شعب ما بعدد من العمالة الموجودين في شعب آخر. هذه المسألة ينبغي أن تتوقف، يعني سواء كانت في الخليج أو في غير الخليج. طيب أشكرك جزيل الشكر دكتور موفق محادين، ضيفنا، كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية، أنت الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي. أشكرك أيضا سيد سالم الفلاحات نائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ، كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية. وشكر لكم مشاهدينا أينما كنتم، حلقة جديدة بنقاش وثائقي جديد دائما في ما بعد العرض، إلى اللقاء. كرك قدمت شهداء على الأرض السورية أثناء معركة ميسلون، ذهب الكركيون على الخيول وهم يهتفون شدوا على الركايب يا اخواننا شدوا على الركايب يا اخواننا.